السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. أهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. يلا خرجت آري من المدرسة و اليوم بعدا دات عندي مريض، فمعرفتش كيفاش مع الدراري بحدو وسمعوا عشي السهرة اللي الكل وانا سهرانه معاهم مع دوزه واحد المرضى السخين سخانه اكثر حاجه كتخلعني هي السخانه. تسمعنا هذا الخبر اليوم واش نسمعوا عند البنات؟ يقول لك راه هذا السيده خديجه مسكينه ما جاتش، ماشي خديجه الغمري. شنو نقول ويلي؟ واش داك المراه عشي كنتفرج فيها صراحه كتعجبني، علاش كتجيني غير الوالده الله يرحمها؟ سبحان الله في التصرفات في داك كتحسي بها حنينه، كتجيني بحال الوالده. المهم ديما كتلقاي اي وحده، كتلقاي شي وحده كتبان لها شي مراه ولا شي حاجه كتحس بها مشابهه لامها في التصرفات وشي حاجه، وهذيك المراه سبحان الله العظيم كتجيني كتشبه الوالده في بزاف د الحوايج. ومؤخرا كنت نشوف الفيديوهات ديالها والله الا كان غير كنشوف فيديو ديالها تنتفرج فيها تندعي معها، تتبقى فيا مسكينه تنشوفها كتعاني مع المرض. تعدد البنات الاسباب والموت واحده، والله يرحمها ويوسع عليها. بحال هاد الناس هادوك سبحان الله كتبان لك في الفيزاج ديالهم، كيبان لك انهم مبشرين بالخير سبحان الله العظيم. تيبانوا لك الناس ما كياديوش الناس، كيبان عليهم من الفيزاج ديالهم سبحان الله العظيم. الله يرحمها يا ربي ويرزقها الجنه هي والوالده ديالي، ويرحم جميع المسلمين. هادشي كنتاثر بيه، كنشوف ملي كتشوف شي وحده كيموت لها الوالدين ديالهم، خصوصا ملي تتكوني مجربه. ما ساهلاش الصراحه، ما ساهلاش بزاف، لانه ما يحس بدقه الموت ديال الوالدين غير اللي مجربه. راه واخا تعيمت تمالكي نفسك، ولكن اللي مجرب راه غادي يحس. راه ما ساهلاش، الله يصبرهم يا ربي، لانها صعيبه 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 بزاف. راه ما ساهلاش، الله يصبرهم يا ربي، لانها صعيبه 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 بزاف. دقه قاصحه ما يحس بها غير اللي مجربه، قاصحه بزاف وما كتنساهاش عمرك ما تقدري تنساها. الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم الوالده ديالي وجميع المسلمين يا ربي. نصيحه نقول لكل وحده اللي كتشوفني واللي عندها والديها، سمحوا لي غدا في الطريق كنصايق وكنهضر معكم، اللي عندها والديها باقيين حيين ولا استغلت فرصه وتهلا فيهم وتعطي كل ما عندك، كل ما عندك عطيه لوالديك، لانه نار اللي تتفقدوهم راه غتندمي على اي حاجه. واخا تكوني مزيانه، انا براسي انا نهضر على نفسي، شحال من حاجه اللي قدرني عليها الله درتها لماما، ولكن رغم ذلك شحال من حاجه كندمت عليها، كنقول علاش هادي ما درتهاش، علاش هادي ما درتهاش، علاش هادي ما كتحسي بالندم. فما ادراك واحد قاطع صله الرحم مع والديه ولا مخاصم مع والديه ولا دار والديه ولا كيلوم والديه. سامحوا مع والديكم، سامحوا مع الناس كاملين. هاد الدنيا راه قصيره والله العظيم، الا الدنيا راه ما فيها ما يتشاف، راه غير حنا غير امتحان وغير كما تيقولوا غير ديري زيارة للدنيا وغنخليوها، راه ما دايمينش فيها. الله يسمح لينا والله يغفر لينا ويسمح لجميع المسلمين. الله يعطيكم الستر، تنركز لكم على هادي، تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم ولو بكلمة طيبة ولو بأي حاجة، ماشي بالضرورة ما عطاكش الله الماديات، أعطى الله باش تهلاي في والديك، تهلاي في ماماك، ماساج، نحن في ماما، نحن في بابا، ماشي غير ماماك، حتى باباك، تحنوا في والديكم، راه والله إلا محتاجين لكم، واخا يكون مع عندهم وما محتاجينش لك من الماديات ولا هذا، راه كيسمع منك باك ولا امك كلمه زوينه وطيبه وداك الشيء والله ما كينساها، كيبقى يتفكر الا ادي شي باك ولا امك عرفتي راه غصه في القلب، ما عمره ما ينساها، كيبقى ديما هزه في قلبه. تهلاو في والديكم، الله يسهل عليكم والله يرحمها ويوسع عليها ويرحم ميمتي والناس كاع اللي كيشوفوا هذا الفيديو ولا اللي ما شافوا، جميع المسلمين يا ربي ترحمهم اجمعين في الفردوس ان شاء الله الاعلى، نشوفوا والدينا وصحابنا وحبابنا وكاع الناس ان شاء الله يكونوا كيتنعموا في الجنه يا ربي، قولوا امين. والله الا الدنيا دايزه اللي بغى يحقاد واللي بغى يهز في قلبه على شي حد الله العظيم. فالله يرحمها ويرحم جميع المسلمين والله يصبر وليداتها، ماشي ساهل عليهم اخوتي، فرق الام صعيب وما غادي يحس بهذا الاحساس غير اللي مجربوا، والله يكون معاهم وتعازينا الحاره لهم، الله يرزقهم الصبر والسلوان والله يجعل محبتها صبر ودعواتكم مع اخوتي بالرحمه والمغفره، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين يا رب. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.